على هامش مشاركة الوفد البحريني في منتدى تطوير النظام البرلماني المنعقد حاليا في العاصمة الروسية موسكو، اجتمعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب مع الوفد المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث أشارت معاليها بالتوافق النيابي البحريني المصري في دعم البرامج والقوانين والتشريعات التي تسهم في تعزيز دور القانون الإنساني الدولي ومن خلال المؤسسات البرلمانية. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب المصري دعمه لتفعيل دور العمل البرلماني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة الإنسانية، مشيدا بجهود مملكة البحرين في هذا الشأن. علاقتنا كما ذكرت علاقات قوية، ولقاءاتنا ليست لقاءات إلا لتأكيد المواقف، يعني نحن في مصر مرحبين دائما وأبدا بالإخوة والأشقاء في البحرين، والبحرين أيضا بتفتح ذراعيها دائما وأبدا لاستقبال كل المصريين سواء على المستوى البرلماني أو المستويات الأخرى. نحن أشقاء، نحن أصدقاء، علاقتنا متميزة في كافة العصور، وبالتالي بتقوى من وقت إلى آخر، وبيدعم هذه العلاقات وبقوة جلالة الملك والرئيس عبد الفتاح السيسي.